صحيح أن بين ختام العام الهجري وافتتاح عام جديد بعده ليس له دلالة شرعية تعني تحديدا لأمر ما يتعلق به شيء نتعبد لله به، فإنه ليس يختلف عن مضي شهر وافتتاح شهر يليه، لأن عام الإنسان الذي يكتمل في حقه سنة من حياته إنما هو بحساب اليوم الذي ولد فيه. لكن في كل حال يبقى ختام عام هجري في آخر شهر ذي الحجة وافتتاح عام هجري جديد يليه صفحة من التاريخ تطوى ويستقبل بها الناس في عد السنوات وحسابها من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يستقبلون عاما وسنة جديدة ويؤرخون بها. والمسلم يجعل من أي موقف يمر به له منعطف في الحياة بوجه ما يعتبره محطة يقف عندها ويتزود لنفسه فيها، ولست أظن شيئا أعظم من تزوده في تلك المنعطفات وهذه المحطات شيء أنفع له من محاسبة نفسه، لأنها مراحل تطوى من عمره، ولأنها أيام تنقضي من حساب سن حياته وأجله، والمحاسبة خير ما يتزود به الإنسان في طريقه. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول ابن القيم رحمه الله: دلت الآية على وجوب محاسبة النفس، فيقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال، أمن الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه. والحسن البصري رحمه الله يقول: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ماذا أردت تعملين، وماذا أردت تأكلين، وماذا أردت تشربين، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. المحاسبة إخوة الكرام حيث يدعى إلى محاسبة النفس ويوصى بها ليست متعلقة بوقت دون وقت ولا زمان دون زمان. المؤمن الكيس يحاسب نفسه كل ساعة، كل ليلة، في كل يوم يصبح فيه يستقبل فجرا جديدا يعرض نفسه لمساءلة ومحاسبة. ولكن ما من شك أن المحاسبة تكون آكد وحضورها يكون أظهر في بعض المواقف، كمثل مواقف الخلل والزلل والعصيان والتفريط، فإنها مواطن تدعو إلى المحاسبة. وكذلك حدوث النعم وتجددها تدعو إلى المحاسبة، وكذلك المواطن التي يستقبل فيها الناس في الحياة أحداثا تمثل انتقالات، كأحداث الابتلاءات العامة والآيات الكونية العظمى وانقضاء الأعمار وتعاقب الأعوام. يقول الإمام الماوردي رحمه الله: محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. هذه لفتة يدلنا فيها أهل العلم كيف تكون محاسبة النفس. عبد الله، أمة الله، إن وفق الله أحدنا لجلسة يحاسب فيها نفسه فليجعل مرآة ينظر فيها إلى يومه وليلته، إلى أمسه وماضيه، وإلى غده ومستقبله. محاسبة النفس نوعان: محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. فقبل العمل وقوف عند النيات والمقاصد والهمة والإرادة، ماذا يريد من عمله، حرصا على تصفية المقاصد. وأما المحاسبة بعدها فتأكيد على ما انطوت عليه الصحائف من الأعمال التي ستعرض على يد على من الأعمال التي ستعرض بين يدي ربنا عز وجل، لتكون أكثر استدراكا فيما يمكن استدراكه في المستقبل، هل فعله خير أم تركه خير. ومحاسبة النفس بعد العمل على طاعة قصرنا فيها فنجتهد في الاستدراك، وعلى معصية وقعت فنتدارك بالتوبة والاستغفار، ومحاسبة على عمل كان الأولى تركه ونحو ذلك. يقول عمر بن الخطاب رحمه الله في سياق محاسبة النفوس: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
أيا أمة الإسلام، في سياق الحديث عن محاسبة النفوس، فإن من أنفع ما ينهض بالعزائم نحو القيام بهذه العبادة الجليلة استشعار مواقف السلف واستحضارها في هذا الباب. أخرج الإمام مالك في الموطأ رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد خرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ، والله لتتقين الله بن الخطاب أو ليعذبنك. وفي محاسبة النفس لابن أبي الدنيا قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فأنت في الأمنية فاعملي. بمثل هذه المواقف نتلمس الطريق كيف نأخذ بأيدينا لأنفسنا في محاسبة صادقة ومصارحة نقف فيها مع ذواتنا وخباياها وخفاياها التي نحن أعلم بها من غيرنا وليس يعلم بها أحد سوانا إلا الله جل جلاله عالم الخفايا. أيها المباركون، إن في محاسبة النفس والله خيرا عظيما، وفي جوفها من البركات والثمرات، وما يجنيه العبد من صلاح في مستقبل عمره خير من التمادي، لأن الغفلة داء وحجاب كثيف وسحاب قاتم لا يعين على رؤية الخطى لما يستقبل الإنسان من أيامه وبقية عمره. المحاسبة إبصار ونور وضياء، والغفلة ظلام وعتمة وغفلة وإعياء، فالله الله في أن نكون أشد إبصارا بأنفسنا لأنفسنا بمحاسبتها بالوقوف معها. هي أيام تطوى ومراحل تنقضي، والعاقل من كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.